حوار صحفي انتظره العالم ليعرف وجهة البرغوث الأرجنتيني المقبلة، لكنه بدا لعشاق البولغا كأنه لقاء لإعادة الحب والمودة بينه وبين محبيه ومحبي برشلونة بشكل شخصي. مقابلة صحفية هي الأطول في حياته على شاشات التلفزيون. لقد كان في برشلونة منذ 20 عاما ولا يزال مستقبله مجهولا، ونأمل اليوم أن نتعرف عليه أكثر. قال ميسي: حينما بدأت مسيرتي الاحترافية كانت الكرة هي كل شيء، وتعاملت معها مثل الجماهير، ولكن الآن عاطفتي الحقيقية تتعلق بأطفالي. أما بالنسبة للرياضيين فأنا معجب برافا نادال وفيدرر وليبرون جيمس، وفي كرة القدم أرى أن كريستيانو رونالدو قدم الكثير. برشلونة هي حياتي، لدي كل المشاعر تجاه هذا القميص. أنا هنا منذ أن كان عمري 13 عاما، وعشت في برشلونة أكثر من الأرجنتين، وقدم للنادي كل شيء كإنسان. أولا لدي علاقة حب لما عشته منذ وصولي إلى كاتالونيا، كما ولد أطفالي هنا أيضا. أنا لست في وضعية جيدة، ما أفعله هو ما أشعر به في الوقت الحالي. اليوم أنا بخير، صحيح أنني مررت بوقت سيء للغاية خلال الصيف بسبب الطريقة التي انتهى بها الموسم، ثم جاء البروفاكس. الآن أشعر أنني بحالة جيدة وأريد القتال من أجل كل ما لدينا في المستقبل. أنا متحمس على الرغم من أن النادي يمر بأوقات صعبة. هذه أوقات صعبة كما هو الحال بالنسبة للجميع. النادي سيء حقا وسيء للغاية، وسيكون من الصعب العودة إلى ما كنا عليه. هناك الكثير من الأكاذيب حولي وأود حسم الأمر الآن. أنا دائما أقول ما يجول في خاطري ولا أفكر فيما يراه كل شخص فيه، لأن هذا الأمر قد يقودني للجنون. الكثير من الناس تحدثوا عني دون معرفة، ففي اليوم الحالي أي شخص قادر على قول الأكاذيب والكل يصدقه. هذا أمر لا يمكن التحكم فيه. أنا لا أبكي لأسباب رياضية، لكنني عانيت كثيرا وهذا الأمر أرهقني. أنا لا ألعب لأكون الأفضل في العالم أو ليقول عني أحد أي شيء، ولكني ألعب للفوز وتقديم الأفضل لفريقي، وأحاول الظهور بأفضل شكل في كل مباراة. يجب أن أداوم على الذهاب إلى طبيب نفسي، حتى أنطونيلا زوجتي أخبرتني بذلك. أعرف أنني بحاجة إليه بسبب عملي، لكنني متحفظ للغاية على هذه الفكرة. اللعب دون حضور جماهيري أمر مرعب. هذا الأمر جعل المباريات متكافئة بشكل أكبر، فالقدوم إلى الكامب نو في وجود صخب المدرجات أمر صعب على أي منافس. ما يهم الآن أن نلعب ونلتزم بعقود الرعاية والبث التلفزيوني. الأسباب ربما اقتصادية أكثر من رياضية، ولكني أحب اللعب والتدرب، ولا أعرف إن كان ذلك استغلالا لنا، لكنني أفضل القيام به. لا يمكن أن أنسى الخسارة 8-2 من بايرن ميونخ. لقد كانت لحظة صعبة بسبب النتيجة، ونهاية مأساوية لموسم صعب للغاية. كان من الممكن خسارة المباراة، ولكن ليس بهذه الطريقة. قرار الرحيل كان صعبا للغاية، لأنني أردت الرحيل عن نادي حياتي. عائلتي لم تريد الرحيل أيضا، أطفالي قالوا لي لا ترحل، ولكن كان هذا ما شعرت به حينها. لقد قررت قبل أن يطرد لويس سواريز، ولكن ما فعلوه معه بدا جنونيا بالنسبة لي بسبب طريقة رحيله. رحل مجانا ودفعوا له عقده، ولفريق ينافس على نفس الألقاب. بارتوميو غشني في الكثير من الأمور، لن أقولها لأنني لا أحب ذلك، ولكن يمكنني أن أقول في كثير من الأمور سأكون دائما ممتنا للنادي إلى الأبد. استفدت من كل ما منحني إياه النادي، وأستحقه على ما فعلته. ثم جاءت اللحظة التي اعتقدت فيها أنني قد أكملت دوري هناك، وأنني أحتاج إلى التغيير، وأنني بحاجة إلى الخروج من كل ذلك. كنت أعلم أن هذا سيكون عاما انتقاليا مع زملاء الجدد، لكنني أردت الاستمرار في القتال من أجل المزيد من الألقاب، سواء دوري الأبطال أو الدوري. ثم بدأت كل هذه المشاكل مع الرئيس الذي بدأ محاولة جعلي أبدو مثل الرجل الشرير في الفيلم. هذا ما شعرت به. حول أزمتي مع الضرائب، لا أعرف التفاصيل،
ولكنني واجهت مشكلة وانتهت. لم أكن أشكو من اتهامي بالتهرب الضريبي، ولكن بطريقة المعاملة وبالأخص من صحف مدريد وكذلك بعض وسائل الإعلام في برشلونة. هذه المعاملة جرحتني كثيرا. أعتقد أن الجماهير تدعم اللاعب الموجود في فريقها خلال هذه اللحظة فقط، ولا أعتقد أنهم يدعمون كل شيء في المطلق. مع غوارديولا تحدثت عن كيف تسير الأمور، ولكن ليس على إذا ما كنا سنعمل سويا مرة أخرى. بالنسبة لي غوارديولا هو الأفضل، يجذبني كيف يعد للمباريات. لقد أخبرني كيف أهاجم لأفوز. من سوء الحظ أن غوارديولا وإنريكا لم يستمر طويلا. اعتقدت مع غوارديولا أنني تعلمت كل شيء، لكن إنريكا علمني أكثر. أما بالنسبة لكومان فهو جاد فيما يريد من أجل النادي والفريق. هو يقوم بأمور بصورة جيدة للغاية. الأمور صعبة لأن لدينا العديد من اللاعبين الجدد. شيئا فشيئا سينمو الفريق. علاقتي بغريزمان جيدة. لم أفعل كل ما قيل، وليس صحيحا أنني لم أرغب في التعاقد معه. لا توجد مشكلة معه، حتى أنني أتناول معه المادة في بعض الأحيان. ورسالتي إلى جماهير النادي، أنا لا أعرف ما إذا كنت سأغادر أم لا، لكن إذا فعلت ذلك أود المغادرة بأفضل طريقة، وأن أكون قادرا على العودة إلى النادي في المستقبل. برشلونة أكبر بكثير من أي لاعب. أمل أيا كان من سيأتي في رئاسة النادي أن يفعل أشياء جيدة للفوز بألقاب كبرى. أنا أعلم أنه هناك الكثير من الناس في برشلونة الذين لا يزالوا يحبونني، ولكنني سأقوم بما هو أفضل للنادي ولي. عموما أريد أن أعيش في برشلونة وأن أكون في النادي بشكل ما عند الاعتزال. لا أعرف ماذا سأفعل عندما أعتزل، لكن بالتأكيد سيكون شيئا يتعلق بكرة القدم. رغم أنني لا أرى نفسي مدربا، ربما مدير رياضي يحاول جلب أفضل اللاعبين للنادي الذي هو فيه. إنها قصة حب منذ صغري مع النادي والمدينة في كلتا الحالتين. كل ما تعنيه مسيرتي المهنية في برشلونة يجب ألا يكون ملطخا. كل شيء يتم التغلب عليه دائما، وسنرى في النهاية. نأمل أن ننهي هذا العام السيء الذي فرض علينا أن نعيشه، والعام المقبل سنخرج من هذا الوضع.